ومعنا عبر الهاتف أحد الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد عبد الحكيم الشمري. مساء الخير سيد عبد الحكيم. مساكم الله بالنور. سيد عبد الحكيم، يعني في البداية نبارك لكم الفوز في هذه الانتخابات وانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، يعني برأيك كيف تسهم في النهوض بالقطاع التجاري، وبالتالي كيف ترى المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس الجديد في دعم الاقتصاد الوطني والنهوض بأداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتبر هذا حقيقة عرس انتخابي شهدته مملكة البحرين، وإذا يحق أن نبارك فنبارك للمملكة قيادة وشعبا على هذا الزخم الكبير والإقبال على انتخاب ممثلين القطاع الخاص في أعرق غرفة تجارة وصناعة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وهذا مؤشر حقيقة على الوعي الذي بدأ في الشارع التجاري البحريني للتغيير، وهو يتسق مع المتغيرات في منطقة الخليج العربي نظرا لوجود روح التجديد خاصة مع المرحلة التي تشهدها منطقة الخليج، وهو يتناغم مع ما جاء في انتخابات الغرفة للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث شهدت تغييرا جذريا للوجوه التي وصلت إلى تلك الغرفة التجارية، والبحرين ليست بمعزل عن هذا التغيرات في المنطقة. الأمر الآخر، كانت الانتخابات قوية جدا مما أدى إلى وصول أكبر كتلتين إلى مجلس الإدارة بغالبية من الوجوه الجديدة الشابة التي يتطلع الشارع التجاري أن تحدث تغييرا في المرحلة القادمة. سيد عبد الحكيم، لو تحدثنا عن هذه الكتلتين، يعني هي حقيقة كتلتين يمثلون أكبر شركات القطاع التجاري في البحرين في قطاعات النقل والمواصلات والسياحة والتصنيع وقطاع المقاولات. نعم. وبالتالي هي تمثل شريحة كبيرة، ووجودها في هذا المجلس سيعطيها الإمكانية لخدمة القطاع الخاص نظرا لخبرة قيادات هذه الكتلتين، وهم الأستاذ سمير بن عبد الله ناس والأستاذ خالد بن راشد الزياني. نعم. الذين يعتبرون من كبار رجال الأعمال في البحرين، ونحن أيضا نكمل معهم. جرت العادة في كل الانتخابات أن يكون 70% من الناجحين في تلك الانتخابات من المجلس السابق. نعم. أما في هذه الانتخابات فتغيرت الصورة، ف70% من الذين اجتازوا مرحلة الانتخابات هم من الوجوه الجديدة، وأغلبهم ممن لم يسبق له دخول الانتخابات في السنوات الماضية. نعم. سيد عبد الحكيم الشمري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك.